بالنسبه لاول حل اول من المبدا نشكركم جميعا على اهتمامكم بهذه الدوره هذه، وحضرتوا معنا جل واقع الدوره وشفتوها كيفاش مرت، يعني مرت بدون لغه خشب، هضرنا من القلب وكلشي سمعنا من القلب، وانتم عارفين هذه المساله هذه وشفتوها بعينكم وحضرتوا كيفاش تن الغيره اللي عندنا على مدينه مهديه من طرف جميع الاعضاء ديال المجلس، على يعني السلوك ديالهم اللي داخل القاعه وكيفاش تدبر الامور وكيفاش تيشوفوا مهديه بغاوها تكون. بالنسبه للاكراهات اللي كاينه في مهديه، انتم هضرتوا اكثريه هضرتوا على الاكراهات، الاكراهات كثيره لان لا تحصى، لجينا يعني نخوضوا فيها على كل نقطه لحيده، يعني ما غنساليوش دابا، ولهذا نحاولوا بعجاله نشوفوا الاكراهات، لان انتم اكثر تهمكم الاكراهات، لان المسائل الجميله راه ما تتذكرش والاكراهات تتذكر، هذه مساله طبيعيه وعاديه، ومن هنا يمكن اننا نقولوا بغينا نزيدوا قدام راه باللوم وبالكريتيك يمكن لينا نزيدوا قدام، اما اللي مزيانه راه مزيانه من الواجب ديالنا خصنا نديروها، راه واجب هذيك، ما غنتفضلوش عليكم ولا نتفضلوا لشي واحد بانه درنا حاجه مزيانه. بالنسبه للكلاب الضاله هذه معضله كارثيه صراحه في المغرب، لان ثقافتنا كمغاربه كاملين ما عندناش ديك تربيه الاماواج، تربيه الحيوانات، تربيه الكلاب، تربيه القطط، ما كاينش مرافق اللي هي اللي هذه ما نحمل المسؤوليه لواحد الجهه معينه، راه كنا يعني ثقافه ديالنا كمغاربه عندنا هذا الاكراه، هذا كان قبل كنا نسمعوا بالقتل، نسموه قرطاس، هذه قتل، هذه دابا ما بقاش ديك العمليه ديال القتل، يعني باش تخلي داك لو سيركل ديال الحياه يمر، الكلب حتى هو عنده حق يعيش، كلشي عنده حق يعيش، ولكن خاصك دير له مأوى ودير له مسائل ودير هذه المسائل هي اللي تشوفها دابا الدوله، حنا السلطه الاقليميه دائما في بحث، درنا شراكات على اساس سي الطيبي وقنيطره مهديه انه يدير واحد المأوى ويدير واحد المركز اللي هو كبير جدا اللي فيه مدير وفيه فاعلين وفيه منظمين، لحد الساعه الدوله غاده في الاتجاه هذا، وحنا كجماعه يعني من الصعب علينا ان نديروا لا جيستيون ديالها بواحد الطريقه سمحتوا بواحد الطريقه اللي هي ترضي الجميع، دائما كاين اكراهات، شديتي كلب حيدتي يقول لك علاش حيدتي، شديتي يعني هذا اكراه كبير، والحمد لله ان شاء الله الرحمن الرحيم راح دزنا واحد عدد اجتماعات باش نشوفوا يكون مركز ان شاء الله الرحمن الرحيم بالسي الطيبي، تنقول لانه ديجا تتعرف بالسي الطيبي على اساس يكون تيجمع جميع هذا الشيء اللي غيوقع ديال قطره ومهديه وبين السي الطيبي، هو يكون واحد التمويل ديالو من طرف هذه الجماعات هذو. بالنسبه للاكراه اللي هضرتوا عليه ديال زحف الرمال، فعلا هذا مشكل ديال المهديه، تقريبا من شهر 12 حتى شهر 4 يعني تنكونوا في واحد صراع دائم مع الرمال، يعني يا من تطلع لاكورنيش وتتسد الطريق، ويعني احنا في يعني يوميا تنخدموا هذه المساله، الاخر الرياح جات في شهر 3، وفي اواخر شهر 3 جات الرياح يعني هوجاء اللي خلات رغم اننا قمنا اللي طاح تنحيدوه، هذه المره ساعدنا بالسلطه الاقليميه وسيد الباشا مشكور لنا وطلب السيد العامل وعطانا واحد مجموعه من الناس ديال التعاون الوطني، وزدنا عليهم حنايا دخلنا واحد الفئه من المهيمين ديال الانعاش الوطني، الانعاش دخلناهم باش قضينا على هاد سميتو، وتنفكروا مستقبلا على اساس اننا نوضعوا شي دراسه حول امكانيات يعني الحد من زحف هاد الرمال هذه، كما كان قديم في ايام اللي كانوا فرنسي كانوا تيديروا واحد عمليات بالاعمده وبواحد الزرب، تيديروا تقولوا زرب تيديروا زرب تيخلي من في شهر الصيف تيحيدوا داك الزرب هذاك، حنا راه باقي الاثار ديالو، راه باقي الان اثار ديالو، هذه من الاختصاصات ديال المجلس، وان شاء الله الرحمن غنخدموا عليها لانها تذكر في صلاحنا، ودابا وسيرتو بان دابا الشاطئ ما بقاش الشاطئ ديال الصيف، راه في الشخاوي وفي الصيف عاد يجمعوا الناس تيجي الطوبيس، يعني ولات عندنا مهديه متنفس ديال الجهه وديال الاقليم على طول السنه، وهذا هذا تيخلينا يوم خلينا يهتموا بهذه النظافه وبالمسائل يوميا، ما عندناش غير فصل الصيف، فصل الصيف تيجي له واحد 160 الف ديال الزائر من شتى المدن المملكه حتى من الخارج،
وهذا ومن غير ربط لك المشكل ديال 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 اللي تعرفتي له هو ديال مواقف السيارات. مهدية تفتقد الى مواقف الى الى الى, إلى الى مواقع مواقف السيارات. مؤخرا شفنا مع الناس ديالنا كاينه واحد دابا كاين ديال 100 والغابات راه كاين تما تقريبا واحد 2000 وقيله 2000 سياره وما كافيش. وخدينا دابا درنا الاقتناء ديال واحد الارض اللي غنشوفوا درنا خرجنا بزياره ميدانيه اللي اللي تعين ديك الارض لتحديد الارض فين كاينه. ودابا راه درنا الاجراءات المساطر القانونيه باش نحاولوا نديروا الاقتناء ديالها من 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 عند المياه والغابات. الاكراه اللي هضرت عليه الاخر هو ديال السفينه اللي هي غارقه. هذيك السفينه يعني جات في واحد الملك ديال 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 التجهيز يعني حنا ما عارفينش اشنو فيها. تيتقال فيها تقال فيها بزاف. واحد الساعه حنايا ماشي حنا اللي المبادره يعني طلبنا تجهيز طلبنا سميتو باش يحاولوا يحيدوها ولكن داير لنا عائق باش نحتي باش ناخذ داك اللواء الازرق. دائما هي عائق ديال داك اللواء الازرق. شوف عندكم واحد واحد النقطه سوداء اللي هي خطيره على المواطن وفعلا خطيره. حنا حاولنا مؤخرا مع سيدي الباشا حاولنا نديروا لها الباليزاج ديالها باش غنبينوها بان اتونسيون راه كاينه هنا واحد مسائل ديال الحديد اللي غتقد تمتو. وهذا الشيء ما كافيش. هذه مسائل هذه ترقيعيه. تنتمنى من هذا المنبر هذا قدامكم هنا من وزاره التجهيز تشوف يعني الطرق اللي راها عندها مهندسين عندها خبراء عندها ما يكفي من الطاقه ديال التقنيين اللي غيقدروا يديروا واحد مارشي ولا شي حاجه هكذا باش تحيد داك سميتو. لان تيقولوا بان ما عارفين واش هي باخره تجاريه او باخره عسكريه او باخره ما معروفاش. وهذا تيخلى واحد التخويف لان ما يقدروش يقيسوا يحفروا بلا ما يعرفوا شنو كاين لتحت. هذا هو الاشكال اللي كاين. وحنا راه في مراسلات دائمه وفي اللقاءات دائمه حول هذا الوضع وغنبقاو متابعين ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا ما دخلش على الجامعه بوحدها لانه كان حنا كنا غنقدوا حتى حنا غنقولوا غنديروا مارشي وغنجيبوا هذا ونجيبوا حفره ونجيبوا. ولكن هادشي تيبغي خبراء وتيبغي اختصاص. بالنسبه للمهديه العائق ديال المهديه ككل راه هو الارض. مع دابا المهديه دابا تسمعوا جامعه مهديه جامعه مهديه عندها 0000 متر كاري باش دير الاستثمار. ما يمكنش دير استثمار وانت ما عندكش العقار. الاشكال دابا اللي كاين في جميع الاشكاليات كاين هو العقار. باش دير واحد المشروع خصك عقار يكون ديالك. حنا الحمد لله عندنا هاد الوزاره ديالنا وهاد المسائل جبنا الملفات ديالك ولكن جبنا غير الارض. التمويل كاين باش يمولوا ولكن المشكل هو عندنا هو العقار. العقار المهديه مشكل ديال العقار. تنحاولوا اننا نخلقوا واحد الاستثمار واحد مدخول في الصيف لانه واحد الوقت ما كانش هذا المدخول كان ضعيف. دابا ولينا تنهضروا بثلاث مليون درهم كمدخول. وهذا راه يعني هذه راه سابقه وهذا راه مهم لان كل شيء ولات اي حاجه تدوز عن طريق الصفقات العموميه يعني لي زابيل دوفر تيدوزوا ولات الامور يعني الجامعه ولات عندها واحد المدخول اللي هو قار صيفي. ولكن مع ذلك ديما الارض ماشي ديالنا. ديما حنا تناخذوا مع التجهيز وتجهيز يعني كاينه إكراهات. واخا نبغيو حنايا اننا نفكروا واش ولكن ما عندكش عقار ما عندك والو. وهذا اشكال كاين من الناحيه ديال العمريه اللي هي واقفه تقريبا 45 سنه هي باقا واقفه ما عطاش الدور ديالها المنوط بها كتجزئه داروها باش ان تعطي واحد الدفعه اقتصاديه وسياحيه. فاذا بها باقا هنا باقا مسكينه باقا راه باقي الارض ديالها ما دارش. والناس ما دابا حتى الترخيص ما تتعطى في هذاك في العمريه. وعلاش الجامعه ضايعه؟ مازال اجراءات. تصور حنا درنا الاقتناء درنا 2018 درنا التقييم ديال هاد الارض في هاد الجامعه اللي فيها حنايا من المياه والغابات. من 2018 درنا التقويم ديالها لحد من 2018 الساعه باقي ما باقى الاجراءات الساهريه المفعول باقي موصل. اذا هنا هذيك الكراهات كلها تنعيشوها يعني بحال مكبلانا بحال الافكار ديالنا والابتكارات ديالنا محدوده. مادام ما عندكش عقار ما عندكش ما دير. رغم اننا طبيعه اللي حابها الله هذه المهديه طبيعه جذابه وقلابه ومغريه فيها الشاطئ فيها المينائين فيها بحيره سيدي بوغابه فيها سيدي بوغابه فيها يعني مدينه متكامله. ودابا الان نحن في صدد درنا انها نرجعوها مدينه بيئيه
ودابا راه عندنا دابا راه كاين دابا يعني هذه البحيره باش تكون بحيره ايكولوجيه، دابا حنا المدينه المهديه باش هي تكون من المدن بحال 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 افران من المدن البيئيه، وهذا هذا الشيء خدمنا عليه وان شاء الله الرحمن الرحيم الثمار ديالو غتبان، وهذا غيجعل يعني غيجعلها تاخذ حقها من الاستثمار البيئي والسياحي، يعني هذه كلها ظروف اللي غتساعد على المدينه. هذا هو اللي كاين. مشكل اخر شنو هضرتو تنظن انني جاوبت سوق السمك دائما 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 حتى نقولوا اسواق السمك، سوق السمك عندنا سوق السمك عندنا كما تقول التمويل موجود تبقى الارض، حنا دابا تنتظروا باش سوق السمك التخطيط باش نرجعوه في المواصفات العاليه ويتماشى مع السياحه، باقي تنتسنى والله يمبي الوكاله الوطنيه للموانئ انها يعني البلون داميناجمون ديالها تخرجوا للوجود، تنتسناو تخرجوا للوجود، حنا الفلوس موجوده باش نديروا سوق بطرق يعني حديثه في المستوى اللائق ديال السمك ديال المهديه بالجوده ديال المهديه، خاص السوق يكون هو عنده الجوده، هذا لان تعرفوا الاهميه ديال السوق. اقترحنا اليوم في الدوره اقتينا ارض باش نديروا سوق للبيع السمك بالجمله، تنشوفوا حنايا تنشوفوا المولين الطوموبيلات راهم جالسين تيبيعوا في الزنقه وداك تما وداك الجو ماشي هو هذاك. يعني درنا المسائل، مشينا عند وزير الفلاحه قال لك السوق انا نديروا لكم جيبوا لي ارض، حنا دابا تنقلبوا نديروا اقتناء ديال الارض باش ناخذ بجهه المرسى تما باش نديروا سوق ديال لا دوزيام فونش، حتى تجي دابا الناس باش تزود الاقليم بالسمك، بعدي راه ما كافيش باش تزود الاقليم كله بالسمك، راه تجي الحوت يجي من برا من جديده من كازا من الداخله، تيخصو فين يتسوق، تيتسوق في واحد الظروف اللي هي ماشي هي هذيك، خصو يتسوق بطرق حديثه وتيد السلامه والجوده وميمطو خلق فرص عمل فرص شغل وخلق مدخول للجماعه، هذه كلهم كل هذه ما يصب اللي سميتو هذه المشاهد اللي درنا كلها تتصب الى مداخل الجامعه وحسن ويعني وخلق خلق سوق الشغل وخلق يعني الجوده في المنتوج، هذه كلها الجامعه تفتقر لها، وحنا هذا هو الافتقار ديالنا ماشي بافكار ماشي بفلوس وانما افتقار للعقار. هو العقار بصراحه هو المشكل كله كنرجعوا للعقار بصراحه. شكون المسؤول على هذه الوضعيه؟ علما انه اليونس ولا مجموعه ديال المناطق اللي هي الاستثماريه كتوجد الارض وباسهل الطرق. شنو اللي كيمنع الجماعه انها تقتني ارض ودير النزعه الملكيه كمسطره قانونيه؟ لان كما تعرفوا ان المهديه عباره عن اراضي الجموح واراضي الملك البحري والمياه والغابات. قليل الدومين كاينه شي حاجه قليله. هادو كلهم تخصص لك واحد المساطير. هاد المساطير فيهم باش دير دابا حنا فين متواجدين في هاد البشويه هادي راه باقي محسوبه على سميتو على المياه والغابات، درنا الاقتناء ديالها باش نديرو الاقتناء ديالها. باقي يعني من 2018 كي نكون في الاول من 2018 يعني لا بروسيدور ثقيله. حنا قصبه مهديه ساكنين دوبوي اكس طون عندها تقريبا 200 سنه ولا يعني باقي الان تنعيشوا رغم انها خسرت الفلوس باقي تنعيشوا بان العقار باقي ماشي ديالنا باقي ديال الجماعه السلاليه. وباقي الوصايه هي يعني درنا الطلبات ديالنا درنا المسائل بتوع الوضعيه يعني الاشكال كامل في تسويه الوضعيه ديال العقار وكيفاش نحصلوا على عقار اللي يمكن لينا يخلينا نتنفسوا ويخلي مهديه عندها تبلور افكار ديالها وتحطم على ارض الواقع. تتبقى النظره الكبرى هي تتبقى النظره ديال الدوله والنظره ديال سميتو لكن باش شي مشروع جاي يعني راه كاين يعني طرق باش اما حنا كجماعه باقين يعني مغلوبين على امرنا في الناحيه ديال الاقتناءات ديال العقار. خصنا تسهيلات من طرف جميع الوزارات على اساس انه مهديه تكون مدينه بيئيه وخصها مقومات ديال المدينه اسواق. يعني دابا مؤخرا خدينا شرينا ارض باش ندوزو فيها المشروع ديال سيدنا ديال الاندياش ديال واحد السوق ديال بيع الجائلين
باقيين واعلين عارف خدين دابا مع اليونس شرو مع اليونس اليوم شفتوا المصادقه على 1000 درهم كمبلغ اللي تقترح من طرف اللجنه المختصه وصادقنا عليه اليوم ان شاء الله باش نديروا به هذاك الشيء ديال السوق مغطى للبيع الجائلي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.